حالة من القلق والخوف سادت بين الشعب الإماراتي بعد انتشار خبر وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد عقب معاناة طويلة مع المرض، الأمر الذي دفع المتابعون بالتحقق من الخبر ومعرفة سبب وفاته المفاجئ. في التفاصيل، زعم حساب شهير بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الغائب عن المشهد منذ سنوات، ما تسبب بجدل واسع بين النشطاء. وبحسب موقع سوى الإخبارية، فإن حساب المغرد القطري بوغانم المعروف على تويتر والذي يحظى بمتابعة واسعة زعم أنه وصلته أخبار من الإمارات تفيد بوفاة الشيخ خليفة بن زايد أمس. وأضاف حساب بوغانم قائلاً أنه تم التكتم على الأمر حتى الآن بهدف ترتيب بيت الحكم، هذا ما وصلني والعلم عند الله، ورحم الله الشيخ خليفة بن زايد رحمة واسعة. من جانبه، أكد المعارض الإماراتي عبد الله الطويل تدهور الحالة الصحية للشيخ خليفة، وكتب في تغريدة بحسابه الرسمي في تويتر قائلاً: تدهور في الحالة الصحية للشيخ خليفة بن زايد، شفاه الله وعافاه، نسأل الله أن يمن عليه بدوام الصحة والعافية. ولكن اللافت أنه لم يصدر أي تعليق رسمي إماراتي على تلك الأنباء بشأن وفاة الشيخ خليفة، إلا أن الحكومة الإماراتية نفت هذه المزاعم بشكل غير مباشر، مما يضع تلك الأخبار في خانة الشائعات حتى الساعة. على خليفة سلام للدار ستر وعمد. وبحسب الموقع المذكور أعلاه أيضاً، فإن عدداً كبيراً من التغريدات في دولة الإمارات تؤكد أن الشيخ خليفة بن زايد يعاني من وضع صحي حرج، حيث تداولت الصفحة آلاف التغريدات التي تطلب له بالدعاء وأن يمن الله عليه بالشفاء والعودة للوطن.